أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، صديقتنا الجميلة لديها بدر في أحد الساقين، وعلى عكاز من المعدن بتخرج صديقتنا الجميلة تتحضر الإعاقة، بتعيش حياتها وبتواجه الإعاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة بتستخدم أحد العكازات المعدنية. لما وجدت هذه الإعاقة وتخطى كل صعب، وإرادة قوية وابتسامة كلها أمل وسعادة، بتواجه صديقتنا الجميلة الإعاقة، بتواجهها بكل شجاعة وابتسامة جميلة كلها أمل ورضا وثقة بالنفس. صديقتنا الجميلة رغم بترقها سقايا بتقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي باستخدام أحد العكازات،